تحية لك أستاذ عمار. صار تمديد أخير سنة 2019، هذا التمديد يعني فتح الطلبات شهرين. نعم. بهاي الشهرين جتنا 250 ألف معاملة. 250 ألف معاملة خلال شهرين انفتحت بموجب إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء دار القانونية. هاي بال 2019 فتحت شهرين جتنا 250 ألف معاملة. طيب. ناهيك عن احنا عندنا 50 ألف سابقة. طيب. والمتعلقات مع الوزارة. وانت تشوف يعني 300 ألف معاملة. 300 ألف تحت اليد كانت موجودة في الدائرة. طيب. العمل مستمر. احنا يوميا 160 إلى 165 يوميا. يعني خلال شهر تنجز قرارات. هاي مهمة أستاذ رسول، يعني يوميا تنجز ما بين 165 معاملة تنجز كل أسبوع. إحنا ننشر في موقع الأمانة العامة الموقع الرسمي، نتابع موضوعكم، وكل كل أسبوع ننشر الكتاب. 400-500 معاملة أنجزت. ننشر الكتاب وننشر القرار وننشر التعيين وننشر التقاعد. طيب. يعني ما علي المفصول السياسي فقط يتابع موقع الأمانة العامة المجلس. طيب. هذا التأخير شنو سبب؟ التأخير هو قلت لك الأبابير هواي. هاي الأبابير. إحنا ما عندنا تأخير بالصورة اللي هذا. لكن هي الأضابير اللي هواي. احنا هسه بسنة العمل مالتنا حسب تسلسل زمني. اي نعم. يعني احنا هسه بسنة العشرين أضابير غير المعينين واصلين شهر العاشر سنة العشرين. من العاشر لـ12 عندنا بذني هاي الثلاث اشهر عندنا 50 ألف معاملة. اما بالنسبة للوزارات واصلين 21 سنة 21. جيد. للمعاملات الواصل شهر السادس. طيب. عندنا يسمونه التسلسل الزمني. وفق الأسبقية قاعد تشتغلون، الأولوية تكون حسب التسلسل الزمني. لكن أنت يعني الأضابير هواي.